يسعدنا ويشرفنا نكون في ضيافة نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني في مؤتمر للشباب. احنا في مؤتمر الشباب وابتدينا من امبارح، واحنا هنا في مقر المؤتمرات المسيحي دي بيتلز، ودي بيتلز يعني بيت ايل بالعبرية، ودي بيتلز بالهولندي. وهذا المقر من المقرات المسيحية المعروفة للمؤتمرات، واحنا دايما بنجمع فيه الشباب والعائلات والاطفال لعقد مؤتمرات روحية تبنيهم روحيا ونفسيا واجتماعيا. والمؤتمر المرة دي جاي بعد فترة طويلة من الانقطاع، سنتين في الكورونا كنا مش قادرين نعمل أي تجمعات وأي أنشطة وكده، فجاي على اشتياق كبير جدا. ولذلك من ساعة ما ابتدينا في تنظيم هذا المؤتمر واحنا بنحس بالبركة. المؤتمر النهاردة كان فيه أكتر من 200 شاب وشابة فوق 18 سنة. نشكر الله. وهذا المؤتمر يشمل صبغة روحية، لأن بيشرفنا ويباركنا فيه نيافة أبينا الحبر الجليل الأنبا توماس أسقف الأوصية ومير، والمشرف على أنافورة، المشروع الكبير الجميل اللي هو في طريق مصر اسكندرية الصحراوي. والمؤتمر أيضا فيه لمسات إنسانية ولمسات اجتماعية، لأنه بيناقش قضايا هامة جدا تساعد الشباب في حياتهم في المجتمع المعاصر اللي احنا عايشين فيه. ناقشنا فيه قضايا حساسة زي مثلا الهوموسيكسواليتي، زي الترانس جندر، أو زي الطهارة، أو زي الإلحاد والكتاب المقدس. فكلها موضوعات بتمس حياة الشباب وتمس وجودهم في المجتمع، وإزاي يعبروا عن إيمانهم السليم بقوة وبصلابة. والجميل إن في ورش العمل كان الشباب يقودوا هذه الورش بشجاعة وبقوة، ويبدو فيها بوضوح إيمانهم وارتباطهم بالكتاب المقدس ومحبتهم لربنا وللإيمان المسيحي السليم. فإحنا بنشكر الله على هذا المؤتمر الجميل، وإن شاء الله يبقى له ثمرة طيبة وبركة كبيرة في حياة الأولاد بإذن الله. سيدنا، هي موضوعات فعلا شيقة جدا ومهمة جدا لأولادنا يعني في السن ده. سيدنا، أنا فهمت أن الزيارة بس مش للمؤتمر، لكن كان في اجتماع لفوق 25 سنة يوم الخميس، وكمان كان في او هيكون في باذن الله يوم الاثنين يوم تاني هيصلي فيه سيدنا في امستردام. طبعا هي الزياره رعويه وشامله، وابتدت يوم الخميس بان سيدنا عقد اجتماع للشباب اللي هم فوق 25 سنه اللي هم الخريجين، وبرضه كان في حضور قوي جدا في هذا الاجتماع، اكتر من 70-80 ولد وبنت برضه جم حضروا الاجتماع. وسيدنا اتكلم عن موضوع شيق وجميل، عن ان احنا ساعات بندور عن السعادة والنجاح بره في الهوى، لكن كل الحاجات دي جوانا، احنا المفروض نبص جوا نفسنا ونهتم بيها. موضوع عميق جدا وبناء، وما تتصوريش كمية الأسئلة الجميلة اللي طرحوها الشباب، وازاي سيدنا تفاعل معاهم ورد على أسئلتهم. أيضا شملت الزيارة إن شاء الله يوم الاثنين بإذن الله سيدنا هيدي اهتمام لأبائنا الكهنة، هينصلي القداس مع بعض في العذراء في أمستردام، وبعد كده هيعقد لقاء روحي للأباء الكهنة. ودي طبعا هتبقى يعني ساعات قليلة قبل سفر نيافته، يعني سيدنا استغل الزيارة كاملة في الخدمة والتعب، وعدد ساعات النوم قليلة والراحة قليلة، لكن سيدنا يبذل بحب واجتهاد ويقدم بسخاء وبعطاء في قدر كبير من الروحانية والمحبة. نشكر نيافته على تعبه يعني. ربنا يخليك يا سيدنا. دي بقى آخر حاجة هطلبها من نيافتك، تحب تقول إيه لسيدنا قبل ما نختم اللقاء؟ ربنا ما يحرمناش محبة سيدنا، هو سيدنا بيحبنا وبيزورنا من زمان ويفتقدنا باستمرار، وأولادنا يحبوه جدا ويذكروا له الكلمات الجميلة اللي بيقولها،
والتشبيهات البسيطة الحلوة اللي مليانة كده بركة، ويعيدوها ويكرروها بفرح وبحب. فإحنا بنشكر محبة سيدنا وربنا يديمه ويفرحنا دايما بسؤاله علينا ومحبته، يعيش ويتعب معانا. مش كده خالص يا نشوى. سيدنا، اخيرا انا بشكر نيافتك جدا على يعني ساعة صدر نيافتك، وبتستحملنا كتير واحنا واحنا بنتعبك كتير. بنشكرك على تغطيتك ربنا الإعلامية يخليك، الجميلة دي، وتعيشي وتتعبي. ربنا كتر يخليك. خيرك يا سيدنا. متشكرين شكرا يا جدا. سيدنا، شكرا ربنا جزيلا. يخليك. شكرا.